أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وعليك أنبنا وإليك المصير. إن شاء الله نتكلم عن أمازون دوت كوم أفلييت، أو كيفية الكسب من كوميشن أو من أفلييت أمازون دوت كوم. يقدمه لكم إبراهيم الشربيني من خلال موقع سيو إكويشن دوت كوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول بداية هنتكلم عن نبذة مختصرة عن موقع أمازون دوت كوم. الراجل اللي قدامنا دوت مع الكتب بتاعته في بيته البسيط أنشأ شركة سنة 94 اسمها كدبرة، اللي هي النواة الأساسية لموقع أمازون دوت كوم اللي هو حاليا دلوقتي. الشركة ديت من أكتر الشركات اللي حصل لها جروث في وقت سريع جدا جدا جدا. يعني سنة 94 تم إنشاء الشركة، سنة 95 بقت شركة ليها 11 موظف، وعملت أول مخزن ليها مفتوح حوالي، كانت مساحته حوالي 7000 قدم. وفي سنة 97 يعني بعد أقل من 3 سنين من إنشائها بقى ليها 1 مليون كاستمر، 1 مليون كاستمر بيشتروا من منتجاتها في السنة الواحدة. وبعد أقل من 11 سنة، سنة 2008 بقى ليها 70 مليون كاستمر. تخيل معايا الرقم دوت، سنة 2008 70 مليون كاستمر لشركة بيشتروا منها طول السنة. تخيل كمية المبيعات عاملة ازاي. ده شكل أمازون دوت كوم سنة 95، وده شكل أمازون دوت كوم حاليا. الميشن أو الهدف بتاع أمازون دوت كوم انها تبقى الشركة اكبر شركة على الكرة الارضية، بحيث ان الشركة دي تلاقي فيها، تلاقي وتكتشف، تبيع وتشتري اي شيء. يعني ده الهدف او الميشن بتاع الشركة دي. طيب، وفعلا قدرت تحقق الهدف ده، او على الاقل تحقق منه جزء كبير جدا جدا. امازون دوت كوم دلوقتي بقت شركة رقم واحد في امريكا، وعلى بل على مستوى العالم دلوقتي، او بيع اونلاين منتجات. تقدر تبيع او تشتري اي شيء في اي وقت وفي اي سعر بكل سهوله. في اقل من دقائق معدوده تقدر تسجل حساب على امازون، تبيع تشتري زي ما انت عاوز. اكتر من 11 مليون منتج موجودين في موقع واحد فقط، ودي مش موجوده في اي ستور تاني على الانترنت. من خلال امازون تقدر تبيع وتشتري اي منتج. وزي ما حضرتك شايف ان دوت ترجمه كتاب انا عايز اتجوز بتاع الدكتورة غادة، اللي عملت مسلسل أنا عايز أتجوز الشهير، ما اتعرض للبيع على أمازون. ودي أحد الكريمات المصرية اللي بتتعرض على أمازون للبيع، وهي من أكتر الكريمات اللي حاصلة على ريفيوهات ودرجة بيع عالية جدا على أمازون في قسم البيوتي. وده يبين لنا إن أمازون فيه حوالي 11 مليون و200 ألف منتج إلى هذه اللحظة موجودين على الامازون بكمية تخصصات. دراسة عملتها السي ان ان سنة 2005 قالت فيها ان امازون دوت كوم في يوم واحد فقط، كان يوم 12 ديسمبر 2005، باع 3.6 مليون اوردر في اليوم ده فقط، يعني بمعدل 41 اوردر كل ثانية. وده سنة 2005، من 6 سنين. ما بالك دلوقتي امازون بيبيع كام؟ امازون دلوقتي ترتيبه على اليكسا رقم 16 على مستوى العالم، ورقم 5 في امريكا. وزي ما حضرتك شايف ان بيحصل له جروس يوم عن اللي قبليه، وهتلاحظ ان الجروس بيزيد اكتر في الربع الاخير من العام اللي هو فترة اعياد الميلاد. امازون رقم 5 على امريكا بعد جوجل، فيسبوك، ياهو، يوتيوب، امازون، ويكيبيديا. الزائر الامريكي بيدخل يبحث على جوجل، يشوف اخبار اصدقائه على الفيسبوك، يقرا اخبار على الياهو، يشوف فيديوهات على اليوتيوب، ويشوف منتجات على امازون يشتريها. وبعدين طبعا بيدخل على ويكيبيديا لو عاوز يعرف اي معلومه. معنى كده ان انا لو عندي مدونه ايا كانت، وكان زوارها من امريكا، اذا انا دلوقتي تقريبا عندي حوالي 25% على الاقل من زوار موقعي الامريكان هما كاستمرز على امازون. إذا في عندي فرصة جيدة جدا جدا إن أكسب فلوس كويسة جدا جدا من أفلية أمازون بكل سهولة، من غير ما أعمل أي حاجة. عندي مدونة عادية جدا، أقدر أكسب من أقل حاجة 25% من زوار موقعي هم عملاء على أمازون. بس في نقطة،
هل هم عاوزين يشتروا النهارده العملاء دول؟ ما هو فعلا عنده حساب على امازون وبيشتري منه، بس النهارده مش عاوز يشتري في اليوم اللي هو دخل فيه على موقعه. هنعرف الكلام ده بعدين. في عندنا معادله هنقدمها ان شاء الله في شرح الفيديوهات. المعادله ديت ازاي تحقق من خلالها مكسب جيد جدا جدا على من خلال امازون دوت كوم. المعادله دي من 3 اركان. اول ركن انك تعمل اتراكشن للمهتمين بالشراء من على امازون دوت كوم. تاني جزء من المعادله انك تجيب اكبر عدد ممكن من النقرات او الكليكات على لينك الافلييت بتاعك. تالت ركن المعادله انك تعمل تقنع الزائر بتاعك انه يشتري المنتج دوت بعد ما يضغط على اللينك بتاعك في اقل من 24 ساعه. ان في نقطه، الزائر بمجرد انه ضغط على لينك الافلييت بتاعك الامازون بيتحسب 24 ساعه، بعد ال 24 خلال 24 ساعه تقدر تاخد الكوميشن على المنتج ده او اي منتج اخر على امازون. بعد ال 24 ساعه ما تقدرش تاخد اي كوميشن. طيب الجزء الاول من المعادله انك تعمل اتراكشن لاكبر عدد ممكن من المهتمين بالشراء من على امازون. طيب عشان تحقق الجزء الاول من المعادله دوت، بكل بساطه انك تعمل تارجتنج او تستهدف كلمات بحث خاصه بمنتجات على امازون. فانت عشان تجيب المهتمين بيه انك تعمل تجيب كلمات بحث خاصه بالمنتجات دي او خاصه باهداف شراء المنتجات دي عشان تحقق المعادله الاولى. طيب عشان تحقق المعادله التانيه هنعرفها بعدين، انك عشان تجيب اكبر عدد ممكن من الكليكات على اللينك الافلييت بتاعك. طيب لو 10% من زوار موقعك ضغطوا على اللينك كويس، طب لو 20%، ايه رأيك في 50%؟ طيب ايه رأيك في 100% من زوار موقعك بيضغطوا على اللينك الافلييت بتاعك؟ دي من احد المميزات الجيدة جدا في امازون دوت كوم، انها ما تقدرش تلاقيها في اي موقع افلييت تاني. معنى ان 100% من زوار موقعك ضغطوا على اللينك الافلييت بتاعك في اي نتورك تانية غير امازون، معنى كده انت اتطردت من النتورك دي، انك هتطرد. اما مع امازون دوت كوم فما تقدرش تطرد من على امازون لو حتى 1000% من زوار موقعك ضغط على اللينك الافلييت. وهنعرف ازاي 100% من زوار موقعك يضغطوا على اللينك الافلييت بتاعك. تالت جزء من المعادلة انك تقنع الزوار بتوعك انهم يشتروا منتجات من خلال بعد ما يضغط على اللينك في اقل من 24 ساعة. طب ازاي عشان تحقق الجزء دوت؟ انك تكتب بكل بساطة ريفيو او رأيك في المنتج دوت، رأي بحيث الرأي دوت يقنع الزائر انه يضغط على لينك الباي بوتون او الكليك الباي، بعد كده يحط بيانات الانترنت كارد بتاعته ويشتري على امازون، ومن خلال كده انت بتاخد كوميشن. فانت دورك في المعادلة التالتة وهي اهم جزء انك تعمل ريفيو يقنع الزائر، وهنعرف الكلام ده ان شاء الله بعدين، تعرف ازاي تكتب ريفيو. نرجع تاني للمعادلة الأولى، إنك تعمل أتراكشن إزاي لمهتمين بالشراء من على أمازون. قلنا إنك هتعمل تارجت أو إنك تستهدف كلمات بحث لها علاقة لها علاقة بمنتجات على أمازون. طب ده هيتعمل إزاي؟ إن لازم يكون تخصص موقعك له علاقة بمنتجات على أمازون. بسيطة جدا، زي ما قلنا قبل كده في معادلة محركات البحث، مجال تخصص موقعك مرتبط جدا جدا، هو تقريبا يكاد يكون هو اختيار كلمات بحث موقعك. ده الجزء الأول والتاني من المعادلة. اذا عشان تختار مجال موقعك، اختار مجال موقعك ليه علاقه بمنتجات على امازون. ممكن يكون موقعك عن منتج واحد فقط على امازون، ممكن يكون عن عده منتجات في كذا تخصص، ممكن يكون عن عده منتجات في تخصص واحد فقط، وفي نفس الوقت كلمات البحث بتاعت الموقع لازم تكون على المنتجات دي او على الريفيو المنتجات دي. عشان تحقق المعادله التانيه زي ما نعرف بعدين انك تجيب 100% من الكليكات، هنعرفها بعدين ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. طيب عشان تكتب دلوقتي او تقنع الزوار بتوعك انهم يشتروا في اقل من 24 ساعه، قلنا انك لازم تكتب جود ريفيو او راي جيد في المنتج دوت، بحيث تخلي الزائر بتاعك ساتسفايد او هو مقتنع جدا جدا انه يشتري المنتج دوت. ان شاء الله هنعرف مع بعض ازاي تكتب ريفيو جيد جدا في دقائق معدوده ان شاء الله. طيب السؤال دلوقتي هو ليه امازون دوت كوم؟ اشمعنى امازون دوت كوم؟ قلنا قبل كده ان امازون هو اكبر شركة على مستوى العالم، بس هل ده كفاية؟ لا، في شركات صغيرة جدا مكسبها كويس برضه، بس ليه امازون؟ ليه امازون؟ في مميزات كويسة جدا. قلت ميزة قبل كده ان امازون دوت كوم، من خلال امازون انك ممكن تعمل طريقة معينة تخلي 100% من زوار موقعك يضغطوا على اللينك الافلييت، فأي نتورك تانية ما تقدرش، اما امازون تقدر بدون اي رقابة بدون اي مشكلة.
ميزة في امازون ان امازون ما بيرفضش اي حد يسجل في النتورك بتاعته على مستوى العالم ايا كان الشركة، وخصوصا احنا كعرب، لان للاسف الشديد في شركات كتيرة بترفض الدول العربية، اما امازون ما بيرفضش اي حد. انت بتسجل الاكونت بتاعك بتفعل، وانت مجرد بس ضغطك على اللينك بتاعك اللي بيوصلك على الايميل بقى ليك حساب على امازون، تقدر تكسب في اقل من دقايق. سهل، امازون سهل، وفي نفس الوقت سريع الدفع. الدفع بتاعه متوفر لنا كعرب، بيبعت لك الفلوس من خلال شيك على عنوانك البريد، واذا كان ليك حساب بنك في امريكا بيبعت لك الفلوس على الحساب البنك ده يوميا. طيب، وده برضو طرق دفع متوفرة لينا، على عكس مثلا بعض النتورك التانية اللي بتدفع بالباي بال او ما بتقدرش تدفع بالشيكات، او بعض الطرق مش متوفرة لينا كعرب. اما امازون طرق متوفرة لينا. تالت واهم ميزة في رأيي انه ليه خاصية حصرية جدا جدا لامازون. الخاصية دي بتختصر بلخصها ان لو الزائر بتاعك ضغط على لينك الافليت لمنتج معين وبعدين اشترى منتج اخر غير المنتج دوت، بتاخد انت الكوميشن على المنتج التاني دوت. ازاي؟ دي ميزة رهيبة جدا مش موجودة في اي نتورك تانية. هديك مثال، فرضا انك مثلا بتعمل موقع او مقال عن ريفيو المايكروسوفت اوفيس 2010. المايكروسوفت في 2010 الكوميشن بتاعته 8 دولار على amazon.com. طيب، فرضنا ان في زائر دلوقتي دخل موقعك وكان مهتم بالاوفيس 2010 ولقى الريفيو بتاعك وعجبه واشترى عن طريقك وخدت كوميشن 8 دولار. تمام، جه بعد كده الزائر بيقلب في قسم الساعات على امازون، لقى الساعة دي سعرها 800 دولار والكوميشن عليها حوالي 50 دولار. انت هتاخد كوميشن على الساعة دي؟ وانا ما انا ما اعرفش، انا ما عملتش حاجة، انا ما دعتش الزائر انه يشتري الساعة دي. لا، بس هو الزائر اشترى عن طريق، دخل امازون عن طريقك واشترى المنتج دوت اللي هو الاوفيس وبعدين اشترى الساعة ديت، فانت تاخد كمان كوميشن على الساعة دي. وتبص تلاقي نفسك في يوم من الايام دخل لك دخل كويس جدا على امازون، 16 بيع على امازون، ممكن يكون من كاستمر واحد بس انت دعيته لشراء منتج واحد فقط. ربما يكون المنتج دوت بدولار واحد، ربما يكون انت دعيت الزائر انه يشتري مجرد سكرين بروتكتور للايبود بدولار. ممكن تلاقي الزائر دوت اشترى دايموند او اشترى كريستالة سعرها 975,000 دولار والكوميشن بتاعها لوحدها 60,000 دولار. ده اختيارك. تكمل معانا شرح الفيديوهات، نكمل الفيديو اللي جاي ان شاء الله ونعرف اسرار الربح من amazon.com. يقدمه لكم ابراهيم الشربيني من خلال موقع seoequation.com. والسلام عليكم.